دلوقتي هنتكلم عن حاجة تانية موجودة مع اللاير برضو، اسمها adjustment layer. ال adjustment layer الايكون بتاعتها اهي، دي اللي هي add adjustment layer، جواها اوبشن كتير مختلفة. هنجرب منهم شوية حاجات. اول حاجة انا هكليك على اللاير واحد دي، وهعمل كليك هنا، هختار مثلا واحد منهم اللي هو البلاك اند وايت. اوكي، هاخد البلاك اند وايت. اوكي، اللي انت ملاحظه هو الاتي، ان هو قلب لي كل الايمج بتاعتي ابيض واسود، درجات الابيض واسود. وكمان في بريسيت منها ممكن مثلا اختار اشيل لون من الالوان، ان انا اختار اشيل البلو فلتر، هشيل لي البلو اللي كان هنا، هرجعه تاني اخليه نون. تمام، فعلا البلو هو اللي كان الناحيه دي. برضو اوبشن تاني موجود جواه، ان احنا ممكن نغير الفاليو بتاعت الريد بتاعت البلاك والوايت وفقا للقيمه بتاعت اللون اللي هو مختاره. يعني انا دلوقتي هبتدي العب في اللون الريد بس. اوكي، انا بلعب في درجات الريد بس. تمام كده، انا هلعب في الاصفر. تمام، لو اخترت مثلا البلو اللي تحت ده، اوكي، لو اخترت البلو اللي فوقه، بص هيغير شويه، مختلف شويه، هيلعب على اتنين من الليرز بتوعي، الماجنتا برضه هيبتدي يغير الايمج بتاعتي. اوكي، وفي اوبشن تاني موجود تاني تحت اسمه تان. بمجرد ما اجلك على تنتينج، التنتينج بيعمل لير، مش لير، بيدي افكت بكالر معين فوق الابيض والاسود، بحيث ان هو يديني الايمج دي لو اتطبعت بلون واحد، لو راحت اتطبع اوفست واتطبعت بلون واحد هيبقى شكلها ايه. انا مثلا لو اخترت ان انا اطبعها بالاحمر بس هيبقى ده اللي طالع، لو اخترت ان انا اطبعها بالازرق بس هيبقى ده اللي طالع، ولو غيرت نسبة الساتوريشن هقدر اشوف ايه اللي بيحصل فيها. تمام، اوكي، هقول له كنسل، هرجع الايمج بتاعتي، وهختار مثلا واحد تاني اللي هو الهيو والساتوريشن. اوكي، الهيو والساتوريشن برضو جواه شوية مودز. تمام، هو هيأديت ايه؟ لو احنا مختارين الماستر، يعني هو هيلعب على كل اللي تحته دول. تمام، انا هلعب على الهيو، هزود الهيو شوية. تمام، وهقلل الساتوريشن، او هزود الساتوريشن وهزود درجة الهيو شوية، هقللها تاني. الاضاءة ممكن اقللها. تمام، زي ما انت شايف الايمج بتاعتي بتتغير، ممكن اقول له اوكي. في حاجه بقى عايزين نتكلم عليها، زي ما احنا شايفين ان اللاير ادجستمنت بتاثر في كل حاجه موجوده معاها. طيب انا مش عايزه تاثر في الابل بتاعتي، او في البيبر بتاعتي، او الثمره بتاعتي. اوكي، ممكن تدرج الادجستمنت لاير دي، تدرجها تحتها. تمام، فهي ما اثرتش عليها. طب في حاجه تانية، انا مش عايز الالوان كلها تتاثر بالشكل ده. ايوه، انت عندك ماسك، الجزء اللي انت عايزه يتاثر ادهنه بالاسود والعكس صحيح. طب نشوف ايه اللي احنا ممكن نعمله. طيب انا هكليك الت وهكليك جوه اللير بتاعتي، بتاعت الماسك بتاع الادجستمنت لاير. تمام، وهاخد الجريدينت تول. تمام، وهاجي هعمل سيليكشن من هنا لحد هنا. اوكي، هتديني الابيض والاسود، هكليك الت تاني، كليك. اوكي، هي مش باينه قوي، لكن الجزء اللي تحت ده فاتح اكتر من الجزء اللي فوق.
عشان تبان اكتر. هاجي على دي وهسلكت الكلام ده كله، لا مش هسلكت، هسلكت بالماركي تول. اوكي ادي ريكتانجلر ماركي، كل الكلام ده هيبقى لونه ابيض. هغير الكلام ده، هدوس ديليت اخليه ابيض، وهنقل الترانسفورم بتاعي لحد فوق. تمام، و هدوس الت تاني واشوف فرق الدرجات بتاعت الالوان، ده اللي فاتح خالص، ده اللي اغمق منه، ده اللي اغمق منه. طيب عشان برضو نبقى مقتنعين باللي احنا بنعمله، ادي الت وادي ديليت وادي البراش وكنترول ودي، وادي البراش بتاعتي باوباسيتي 100%. تمام، وهبتدي امشي كده وهمشي كده. اوكي تعالوا بقى نشوف فرق درجات الالوان هيبقى شكلها ايه. اوكي ادي اللي حصل، بص الفرق ما بين كل درجة والتانية، درجة مليانة ودرجة فاضية، ايه اللي بيحصل فيها. اوكي نفس اللي احنا كنا بنعمله مع اللير ماسك موجود برضو مع الادجستمنت. ممكن نشيل اللينك، ممكن نعمل ديليت. هو هنا هيديليت اللاير ماسك، هيديليت. اوكي هيسيب لي الهيو والساتوريشن بيأثر على اللي تحتها. تمام، ومفيش لاير ماسك. طب عايزين لاير ماسك، كليك اعمل ماسك جديد وابتدي اعمل افكت جديد على الهيو والساتوريشن عشان يأثر على اللي تحته. تمام، لو انا عايز الهيو والساتوريشن ما يأثرش على الباقي اللايرز بتوعي، انا عايز الاثنين دول بس هما اللي اتأثروا بالهيو والساتوريشن. طيب هكليك هنا وادوس كنترول وكليك اوكي، واروح اعمل كده هنا واعمل كنترول وديليت او الت وديليت، هعمل فيل بالبلاك. تمام، وهرجع للبلو لير هنا، او هدوس كنترول اوكي، هدوس على كنترول ودي دي سيلكت كنترول اوكي وسيلكت، هسيلكت البلو بس. تمام، وهروح على اللير الماسك، اعمل الت وديليت كده، انا عندي بلاك وبلاك، يعني ده وده مش هيتأثروا بالهيو والساتوريشن، والاتنين اللي في النص هما اللي هيتأثروا بس. تمام، هعمل كنترول ودي اوكي، وهدوس الت وكليك. ايه رايك الموضوع مختلف؟ طيب عشان نفهم شويه حاجات، البلاك والوايت اللي احنا عملناها كان ليها اوبشن، والهيو والساتوريشن برضو كان ليه اوبشن، بمجرد ما بنكليك عليهم من هنا بيطلع لي البارامتر او الويندو اللي جوه البارامتر بتاعه الهيو ساتوريشن. تمام، انا هقول له كنسل، وهختار مثلا ان انا اضيف واحده تانية فوق اللير دي، هقول له اديني انفرت. اوكي دلوقتي انا باثر على التو ليرز دول بلاير اسمها انفرت، بستايل اسمه انفرت. الانفرت بيعكس لون الكلر، لو عايزين نشوفه برضو ادي الت وادي البرش بتاعتنا وادي كليك. اوكي هعمل الت تاني، الت على كليك على اللير، ادي الالوان اللي اتأثرت والالوان اللي ما اتأثرتش. تمام، بس في حاجة تانية عايز اقولك عليها، عشان كده انا اخترت ان انا اعمل انفرت. الانفرت ملوش اوبشن، لكن البلاك والوايت كان له اوبشن، والهيو والساتوريشن له اوبشن. اللير دي انا مش عايزها وهمسحها. اوكي
زي ما انت شايف ان هو بيمسح لك على مرتين، بيمسح اللير ماسك الاول وبعد كده بيديليت اللير. طيب في ايه تاني موجود غير الهيو ساتوريشن؟ في واحد بيعمل فيل بسوليد كولر، وفي واحد بيعمل فيل بجريدينت، وفي واحد بيعمل فيل بباترن. متهيألي الحاجات دي معظمها احنا شفناها. دور حضرتك دلوقتي ان انت تجرب الليستة دي، تشوفها بتعمل ايه، وتشوف اللي لهم اوبشن والاوبشنز بتاعتهم بتعمل ايه. واشوفك الدرس الجاي، واعتقد انت كده عندك تمرين كبير قوي تعمله على الايمج بتاعتك، وان انت تشوف الادجستمنت لاير بتعمل ايه والافكت بتاعها بيعمل ايه على اللايرز. اشوفك الدرس الجاي.